غدا الجمعة كان هناك أيضا مباراة مع فريق الـ 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 أو رديف فريق الزمالك، هل ستلعب هذه المباراة أم أيضا مؤجلة؟ لأنه الطقس تقريبا غدا نفس طقس اليوم. بالفعل إلى الآن لا يوجد أي تأجيل، والأخوة في نادي الزمالك مؤكدين على المباراة في موعدها، ولكن بعد تجربتنا اليوم يعني نتوقع أي شيء يحصل، وهذا يعني يؤثر بشكل كبير جدا على برنامج إعداد المنتخب.